وبهذه المناسبة ينضم إلينا عبر الهاتف المحامي عمار التراجنة، نائب رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان. نرحب بك أستاذ عمار في نشرة أخبار الثامنة، ونتحدث عن نظرتكم إلى هذا المرسوم الملكي السامي بالعفو عن 457 محكوما. مرحبا، مساء الخير، يعطيكم العافية. وطبعا بداية أحب أن نؤكد ونوجه رسالة شكر وامتنان وتقدير للقيادة الرشيدة على رأسهم جلالة الملك المعظم، وبالتالي يؤكد ذلك حرص جلالة الملك اهتمامه وتوليه حرص شديد على تماسك وصلابة نسيج المجتمع البحريني. وبالتالي نرى أن المرسوم الملكي الأخير الذي صدر عن الإفراج عن 457 أتى في ظل ما توليه القيادة الرشيدة وما يوليه على رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة المعظم، من حرص شديد على تماسك وصلابة المجتمع البحريني والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي وتحقيق المصلحة العامة، بما ينعكس على المجتمع بشكل إيجابي وبشكل خاص على أسر المحكوم عليهم. وأن العفو الملكي أتى بعد جهود كبيرة قامت بها مملكة البحرين من خلال تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة والسجون المفتوحة كانطلاقة لمشروع عصري وإنساني أتى في إطار العهد الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، تم فيه مراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية. ويعتبر ذلك خطوة انفردت فيها مملكة البحرين في إتاحة فرص نموذجية للمستفيدين من العقوبات البديلة للاندماج من جديد في المجتمع في إطار منظومة العدالة الجنائية التي جسدت العدالة وسيادة القانون. وبالتالي نؤكد حرصنا وحرص القيادة الرشيدة على رأسها جلالة الملك المعظم بتماسك وصلابة المجتمع البحريني، وأن هذا العفو هو بداية انطلاقة جديدة للمفرج عنهم أن يساهموا فيها على الحفاظ على أمن البلاد واستقراره، وأن يراعى أسرهم والمجتمع، وأن يحافظوا على القيم المجتمعية ويندمجوا من جديد في المجتمع، وأن يكونوا جزء أساسي في بناء الوطن ومستقبل الزاهر في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم. نعم، المحامي عمار الترانجا نائب رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.